قبرت. رمضان، اهلا بيك معانا في بابارازي. اهلا وسهلا بيكي وتحياتي ليكي والبابارازي. حضرتك المدير التنفيذي لمجموعه راديو نجاح. طب نجاح كبير، حتى رئيس مجلس الاداره بيشيد. عايزين نعرف ايه الخطه اللي انت مسكتها من الاول، هل البدايه ليها نجحت فعلا النجاح اللي انت كنت منتظره، ولا لسه بتقول لا لسه مش كفايه؟ هو كانت الفكره ان احنا عندنا شركه راديو نيل، هي شركه مكونه من 4 محطات او 4 اذاعات. ال4 اذاعات دول كل اذاعه فيهم بالتارجت فئات عمريه مختلفه او فئات عمريه معينه مع فئات اجتماعيه مختلفه. الفكره كلها ان احنا لما جينا نطور ابتدينا نشوف كل محطه هي ايه اللي الناس محتاجه منها، وايه شكل المزيكا اللي الناس محتاجه تسمعه، وايه شكل البرامج اللي الناس تسمعه فيها، وازاي يكون الخلطه دي خلطه ترفيهيه مع جرعه معلوماتيه مع جرعه ثقافيه مع بعض الوشوش او الاسماء اللي الناس بتحبها، سواء مذيعين راديو، نجوم راديو الطبيعيين، او نجوم المجتمع والفن عموما. قبرت اقوى موقع فني في مصر.